هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة ليلاً في الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. خلينا نتعرف على التفاصيل عن حالة الجو النهاردة وبصحبتنا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذ مصطفى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. بدأنا نلحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يعني اقتربنا بالفعل من شهر ديسمبر وهو بداية فصل الشتاء رسميا، ولكن بدايات نوفمبر كيف تبدو؟ هو طبعا يمكن احنا مع بدايات نوفمبر بدأنا نشهد أجواء أقرب للأجواء الشتوية بالفعل، لأن احنا بدأنا من أمس حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتقلبات الجوية في بعض محافظات الجمهورية. يمكن بالأمس سقطت الأمطار على بعض المحافظات وأهمهم محافظة مطروح، كانت أمطار غزيرة ورعدية. مناطق من القاهرة الكبرى كانت محافظة الجيزة، وسط الدلتا، المناطق من الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ. اسمها نوة البلح تقريبا يا دكتورة، يعني هو مش معاد نوة بالشكل الكبير، لكن هي كانت الأمطار مؤثرة في بعض الأماكن نتيجة المنخفض الجوي المتعمق اللي موجود في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية رطبة على البحر المتوسط. التوزيعات الضغطية دي خلت في بعض التغيرات في الحالة الجوية، وأهمها طبعا كان هو سقوط الأمطار واللي مكملة معانا النهاردة. النهاردة في استمرار طبعا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية في أغلب محافظات شمال البلاد، مستمر معانا. يمكن كمان كميات الأمطار هتزيد على محافظة مطروح، يعني النهاردة تحديدا الأمطار هتكون غزيرة بشكل كبير على محافظة مطروح ومناطق كمان من العلمين، مناطق من السلوم. المنطقة دي كلها معرضة للأمطار الغزيرة واللي هتكون طبعا أمطار رعدية وقد يتساقط معها كمان حبات البرد. تكمل معانا الأمطار لمناطق من الداخل لكن بكميات أقل، هتكون أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية على مناطق من محافظة الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، ودمياط وبورسعيد، المناطق الموجودة في شمال الدلتا. كمان امطار بتمتد للمحافظات الداخليه بكميات اقل، فالنهارده لسه في فرص الامطار ما بين الخفيفه المتوسطه والرعديه على مدن الوجه البحري زي المنوفيه، الغربيه، الشرقيه، مناطق كمان من الاسماعيليه والسويس، مناطق من شمال سيناء والشلاتين. القاهره الكبرى كمان هيكون فيها فرص لسقوط الامطار لكن بكميات اقل. فرص القاهره هتكون فرص امطار خفيفه على فترات متقطعة وممكن تمتد كمان لبعض الأماكن من محافظات شمال الصعيد، فهي أمطار متفاوتة الشدة، شدتها تختلف من منطقة للثانية، وكمان بتكون دايما يعني على فترات متقطعة من اليوم، وممكن نلاحظها في أماكن والأماكن الأخرى لا. يعني احنا بالأمس كانت الأمطار في مناطق من يعني الجيزة وما كانتش في مناطق من القاهرة، فبالتالي الأمطار بتكون دايما في مناطق ومناطق، لكن مهم جدا ناخد بالنا من كميات الأمطار لأنها مش قليلة بالنسبة للأماكن الساحلية وهي أكثر تأثرا بسقوط الأمطار. عدم الاستقرار كمان ده مكمل معانا، يعني هيكون في استمرارية لسقوط الأمطار خلال الأيام اللي جاية. احنا على الأقل لحد يوم الاثنين مستمر معانا الأمطار في محافظات شمال البلاد وهي أمطار متفاوتة الشدة. مع الأمطار كمان في انخفاض في قيم درجات الحرارة، هو بالفعل انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة إذا كان فترة النهار أو حتى فترات الليل. العظمى فترة النهار على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية، وجود سحب هتحجب جزء من أشعة الشمس، ده هيخلي اعتدال في الأجواء بشكل كبير في معظم المحافظات الشمالية، أجواء ما بين المائلة للحرارة الحارة في المحافظات الجنوبية، ده بيكون فترات النهار. طب فترات احنا الليل احنا لاحظنا ان يعني درجات الحرارة بشكل عام يعني في كل محافظات الجمهورية بدأت تخش في العشرينات، كانت في الثلاثينات قبل كده، هل نقدر نقول ان دي هتكمل معانا لغاية بداية فصل الشتاء رسميا؟ هي هتكمل معنا اكيد اقل من الثلاثين، يعني اكيد احنا لحد بداية فصل الشتاء اكيد قيم درجات الحرارة هتكون منخفضة، هتشهد انخفاض اكتر أو أقل من المعدل الطبيعي. لا احنا هنلاقي كمان في فصل الشتاء مع شهر 12 قيم درجات الحرارة أقل كمان من 26 أو 27 درجة مئوية، فبالتالي احنا تدريجيا كل ما تقدمنا أكتر في النص الثاني من الخريف واقتربنا من الشتاء هنلاقي انخفاض أكتر فترة النهار وفترة الليل، وده طبيعة الفترة دي. احنا دايما بنقول على النص الثاني من فصل الخريف إن هو بتبقى سماته أقرب لسمات فصل الشتاء، أغلب الأيام بيكون فيها انخفاض،
وحتى لو حصل ارتفاعات ما بتكونش المحسوسه بالشكل الكبير لان بتبقى اعلى من المعدل، فلو اعلى من المعدل واحنا كان المعدل 26 هتكون 28، فبالتالي ما بتكونش محسوسه بالشكل الكبير. صحيح. وخاصه كمان فترات الليل البروده بقت موجوده فيها والبروده مستمره معانا خلال الاشهر اللي جايه، خاصه فتره الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر كمان هنلاقيها محسوسه اكتر في المدن الجديده الاماكن المفتوحه. احنا عندنا بعض الاماكن من محافظات شمال الصعيد بتسجل صغرى فتره الليل 13 و14 درجه مئويه، فبالتالي الاجواء البارده والمائله للبروده موجوده معانا فترات الليل. عشان كده احنا بناكد على كل الساده المواطنين يعني الملابس صحيح. الشتويه هنستنى مع اقتراب فصل الشتاء اكتر، لكن صحيح. على الاقل نرتدي الملابس الخريفيه الشتويه الخفيفه واحنا خارجين يكون معانا جاكيت شال تجنبا لنزلات البرد، لان هنلاحظ فروق قيم درجات الحراره بين النهار والليل باكثر انخفاضا. صحيح. شكرا لك دكتوره منى غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلينا يعني نترجم هذا الامر ونتابع درجات الحراره المتوقعه في خلال ساعات هذا اليوم. اقليم القاهره الكبرى ربما له سمة خاصة، القاهرة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18، نفس الحال العاصمة الإدارية 26-16، نشهد انخفاض ملحوظ في محافظات الساحل الشمالي، الإسكندرية 25-20، العلمين الجديدة 24-19، مطروح الأكثر انخفاضا مع وجود بعض الموجات الأمطار التي تصل لموجات أمطار رعدية فيها، العظمى تسجل 22 بينما تسجل الصغرى 19. دمياط من المحافظات أيضا التي تشهد موجات من الأمطار، العظمى ستكون 25 والصغرى 19، كذلك الحال بورسعيد 25-19، محافظات إقليم قناة السويس ربما تسجل العظمى فيها في الإسماعيلية 27 وبينما تسجل الصغرى 15. السويس نفس الحال 26-16. إذا دخلنا إلى شمال سيناء حنلاقي العظمى في محافظة العريش تسجل 25 بينما تسجل الصغرى 17. كاترين الأقل في درجات الحرارة ما بين كافة محافظات الجمهورية نظرا لحالتها الجغرافية الجبلية تسجل الصغرى فيها 7 بينما تسجل العظمى 19. طبعا تسجل العظمى 26 والصغرى 18. حلايب 28-22، شلاتين 30-21، نشهد ارتفاع ملحوظ في محافظات جنوب سيناء، المحافظات التي تعتبر من الأكثر اقترابا يعني من الارتفاع الملحوظ 29 تسجل فيها العظمى في شرم الشيخ بينما تسجل الصغرى 21، الغردقة نفس الحال 29-20. إذا نظرنا لمحافظات شمال الصعيد تسجل محافظة الفيوم درجة الحرارة 26-15، يعني أقرب شوية لإقليم القاهرة الكبرى، بني سويف تسجل 25-14، الوادي الجديد من المحافظات اللي ربما ستشهد انخفاض ملحوظ في ساعات الليل، الصغرى تسجل فيها 11 بينما تسجل العظمى 28، أسيوط كذلك تسجل الصغرى 13 بينما تسجل العظمى 26، سوهاج تسجل الصغرى 15 بينما تسجل العظمى 27، قنا تسجل العظمى الصغرى 16 بينما تسجل العظمى 29. إذن محافظات الصعيد بشكل عام ذات الظهير الصحراوي ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة وتبدو في درجات الحرارة العظمى. أعلى درجات الحرارة المسجلة تكون مناصفة ما بين الأقصر وأسوان وتسجل كلتاهما العظمى 29 والصغرى 17. إذا مشاهدينا يعني دي نظرة سريعة على أحوال الطقس النهاردة، زي ما قالت الدكتورة منار غانم اقتراب ملحوظ من فصل الشتاء، النصف الثاني من فصل الخريف بيكون أقرب لفصل الشتاء، العشرينات هي السمة السائدة في درجات الحرارة العظمى، بينما درجات الحرارة الصغرى يعني متفاوتة ولكن بشكل عام يعني تميل إلى البرودة وخصوصا في محافظات الصعيد وشمال البلاد. عودة مرة أخرى إلى زملائي في الاستوديو محمد الشاذلي ودينا شرف. إليكم. شكرا لك مصطفى.